ماشي هنا، ما كايناش هنا مونتي، لا ما كايناش هنا، ماشي هنا، ماشي هنا، لا لا، هادي أمبيلونس أخرى مونتي، أمبيلونس أخرى أخرى سبقاتنا، ويا مونتي خويتي. إذا متتبعي قناة شوف تيفي مرة أخرى في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، مباشر مؤلم، الله يرحم فاطمة الزهراء ويوسع عليها ضيقة القبور، بكل أسى وبكل حزن استقبلت العائلة هذا الخبر وهذه الجريمة البشعة. للأسف الشديد ربما فاطمة الزهراء مسكينة كانت تخوفا على العائلة ديالها، ما كانتش كتعاود اليوم اش كيوقع عليها، ما كانتش كتبغي تقول اليوم اش كيوقع عليها. شنو قالت لك أمي؟ انتي دوري عندي أمي أختي الوالدة، شنو كانت كتقول لك الحبيبة؟ قالت لك تعرض لها البارح. أييه قال لها نضرب فاطمة الزهراء اش درتي؟ واش بغيتي نتزوج بك ولا لا؟ قالت لي خويا سير بعد مني خويا، راه 6 شهور هو حاوي الدار على قبلك. سير عليه با على قبلك. حيت ما بغاهاش ليها. حيت ما بغاهاش ليها. شحال من عام وتابعها امي انت؟ وشكون اللي عرف اختي؟ شكون اللي عرف؟ شحال من عام كتقول لكم لا تابعني هذاك باغي ياخذني؟ ملي كانت لا دايره. ملي كانت عندها 6 شهور. وانتم شنو اللي خلاكم ما تبغيوش امي انت؟ لا امي انت. كيتحشش كيكمل كيف. كيدير جميع المسائل ماشي ديالها كلشي كتعطيه الفلوس كتعطيه كرفص من تخسر الفلوس بنت عندو الفلوس اش كتسوي كيدروغا ماشي ديالها امي انت المهم ماشي من سهمها ماشي ديالها قال لها خويا قال لها هذاك ماشي خيطنا حنا ماشي براتو شريت على الوجه بالشهور شهور هو جالس عند اختي في سلا ديري لونكيت وسولي ايوا ملي جا قال لها اشنو كاين قالت الله يرحم والديك طريقي طريقك صافي عطلنا البنات وانا عطلنا الرجاله ما غاداش نخسر مع با وخويا وغادا نتبعك انت قال لها واخا سير الله يهنيك وانا قال لها نخاف قال لها نمشي الحبس ولا نخوي عليك المرقيطه يعني كيهددها بالموت علاش ما مشيتوش للبوليس امي علاش ما مشيتوش؟ قالت لي والو يكون قالت لي شحال من كلمه الفن شباب شي اختي يكون قالت لي يوسف غادي يغفلوا الفن شي اختي بهذا الشيء عرفتي اش هو وبنتي اختي سطيتيني اختي عرفتي واخا با انت ما فراسكش هذا الشيء انت ما فراسكش انها كان كيهددها ما عرفت اختي ما عرفت يكون عرفت يكون انا قلتها للصحافه وقلت لكم مشاريع عندي صحابي لكم مشاريع هذا كيعرفوا كانوا كيخبيو عليك كانوا كيخافوا منك كيخبوا عليا ما عرفت شو كتعرف على هذا المجرم شو كتعرف عليه؟ هو عرفته قالوا لك هذاك المجرم كيحشش هذو اللي كيقولوا كيحشش وكيكمي وكيضربوا وكيتشد في الحبس هذاك ماشي من سهمي ما تعرفوش انت معرفه شخصيه الوجه هي ما كنعرفوش هما ما كنعرفو بوجهو لا إله إلا الله وجريت على الولد المشهور جريت عليه قلت ليش غير خليه يتزوج بها ودابا يتزوج بها عليك حيت انت ما كنتيش عارفو كيفاش داير كيفاش تاخذو ما عارفش ما عارفش كيدير كنت قال لي قالت لي راجل البارح يكون قالت لي غادي نمشي غادي نمشي عند يوسف غادي نمشي عند الكوميسير كنعرف ندير الكوميسيريات كنعرفوني انا ما كنت خاصم مع حد كنعرفو كاين الملك ما كنهضر مع حتى شي واحد كيعرفوني الناس في الوحده كامل باش حلمتي يا با هذه 3 ايام هذه حلمت بين الحوايج تهزو تهزو الحوايج بغيتني نقول لها الحاجات وانت تبدو لي عاوتاني راه انت غير مشي تخرف حتى عيد وسكت هذه هي الحلمه هي هذه في الليل كنقيم الليل كنصلي كنقول ان الله ورجل حسبنا الله ونعم الوكيل كنخلق قران وفي الصباح كنشدد لها واحد الخاطر واحد يومين هذه واحد الايام ما شتيها كتجي كتشطح مني كتبرك فمي كتشطح سكي وبا دعي ما كيقول لي الله يسهل عليك هذه في الصباح ملي فاقت كتهضر معاها قالت لي قالت لي دور لهي دور لهي باش باش تشوفها عاد ما تصحابش هذيك الخرجه الاخرى ديال بنيت هي الخرجه انا كنت فايق قالت لي هذه دور لهي لجهه الحيط دور لجهه الحيط خليها تستر مع راسها خاف لا اله الا الله الله يرحم بنيتك في هذا النهار الله يرحمها ارضي عليها انا راضي عليها وانا عزيزه عليا ما خلات ما كدير لي وانا عزيزه عليا ما كنفوتي عليها خلات معاها وكل شيء في الاخر في البوسه نقول لها انت يا ربي ترضي عليك امي يا ربي امين ارضي عليها امي انت ارضي عليها كما شو اخواني اخواتي حالة الوالدين ديالها صعيبة بزاف الله يصبرهم ساكن والله يرحمها ويوسع عليها ويجعل متواها الجنة يا رب والمجرم راه تم القبض عليه من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة امن انفا مدينة الدار البيضاء صباح اليوم اللي كيبلغ من العمر 47 سنة وذلك الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت
وكذلك وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني فالمشتبه فيه جسديا بواسطة السلاح الأبيض على الضحية اللي كتبلغ من العمر 34 سنة واللي كما كتعرفوا كاملين بأنها كتخدم مصحة خاصة كاينة بالقرب من مستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء وذلك بسبب خلافات شخصية لها وعندها ارتباط بشبهات علاقة سابقة بيناتهم ولكن الأبوين ديال الضحية رفضوا أنهم يجوجوا بنتهم لهذا المجرم هذا لأن عنده سوابق عدلية فايت له أنه ضرب جدة وسرق لها الذهب ودخل ب5 سنين الحبس فشغل نقول لكم الله يهدي الشباب وخلاص والمرحومة الله يرحمها والحالة الهستيرية اللي شتو الأبوين ديالها بصراحة كتقطع في القلب بكاونا معاهم فالله يصبرهم مساكن وإن شاء الله مشات حورية وعروسة الجنة بإذن الله.